السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، ونرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات والهجوم الداري ضد النادي الأهلي. لكن في البداية عايزك تعرف إن الفيديو ده موجه ليك كأهلاوي وللأهلاوية فقط، عشان كده لو أنت أهلاوي قلبك جامد حديد في حديد، يلا اضرب لك الشديد عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا، ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن أول فقرات الفيديو بتاعنا. ابراهيم عبد الله عضو اللجنه التنفيذيه في نادي الزمالك كان له تصريح ضد النادي الاهلي وضد نائب مجلس اداره النادي الاهلي الوزير السابق العمري فاروق. اتكلم النهارده ابراهيم عبد الله، قال ان الاصرار الغريب من نائب رئيس الاهلي على اخراج شيكابالا تصرف يدل على انه غير مسؤول، لانه اثار الجماهير انه تصرف عنصري، لانه اصر على اخراج شخص بعينه رغم انه لم يخرج عن السلوك العام في متابعه اللقاء. هذه اهانه لا نقبلها في نادي الزمالك. خليني اقول لك بس قبل الاهانه والكلام ده كله، نادي الزمالك مع احترامي الكامل لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك، هو انتوا ليه يعني اداره نادي الزمالك بتحاول تعمل اي مشكله واي ازمه نشغل بيها الراي العام الزملكاوي عن مشاكل وازمات نادي الزمالك؟ نادي الزمالك لا يخفى عن الجميع ان عنده مشاكل بالجمله، سواء كان على صعيد فريق الكوره، سواء كان على الالعاب الجماعيه الاخرى، مشاكل لا حصر لها. ومع هذا بنجد البعض انه بيحاول يشغل الجمهور باشياء وحاجات تخص النادي الاهلي، علشان الجماهير بتحب دايما طبعا لما يكون في كلمة الاهلي بس كده، ارمي لهم كلمة الاهلي في اي حاجة ودخلهم في اي موضوع، هتلاقي الجمهور ينسى كل المشاكل وكل الازمات ويخش في الموضوع ده. عضو اللجنة التنفيذية او الادارة التنفيذية في نادي الزمالك الاخ ابراهيم عبد الله، اللي بيتهم مسؤول اهلاوي بانه عنصري وانه غير مسؤول، اعتقد ان الكلام اللي يطلع من مسؤول ويتهم عضو بارز في نادي اخر او مسؤول في نادي اخر، مسؤول كبير، ويتهمه بالعنصرية، ده هو الانسان الغير مسؤول. اعتقد ان الاستاذ ابراهيم عبد الله شيكابالا يكون موجود عادي، انما النادي الاهلي لما يتحرك نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ما يسمع السباب، سباب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، سباب وشتائم وقلة أدب وسفالة من الجماهير اللي كانت موجودة ضد أعضاء مجلس الإدارة وناس ميتة زي رحمة الله عليه كابتن صالح سليم وزي 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 وزي، كان المفروض عليهم عشان ما يكونوش عنصريين من وجهة نظر الأخ إبراهيم عبد الله إن هم يسمعوا شتائمهم وشتائم ناديهم بودانهم ويقعدوا ساكتين. المطلوب من العمري فاروق عشان ما يكونش عنصري من وجهة نظر الاخ ابراهيم عبد الله انه كان يسكت على دخول الجماهير اللي عماله سباب من اول لحظه لاخر لحظه للنادي الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي. اتمنى ان المسؤول يتعامل بعقل المسؤول فعلا. طيب بالنسبه لي الاخ احمد حسام ميدو، احمد حسام ميدو النهارده كان متواجد في نادي الزمالك. احمد حسام ميدو اللي هو عضو في نادي زد، عضو مجلس إدارة في نادي زد، ومتحدث رسمي وإعلامي لنادي بيراميدز، ومشجع زملكاوي. أحمد حسام ميدو النهاردة كان متواجد في تدريبات نادي الزمالك، وهنا اللي احنا بنتكلم فيه، فين اللعب المالي النظيف أو اللعب النظيف أو الفير بلاي؟ يعني إيه النهاردة عضو مجلس إدارة في نادي وشغال متحدث إعلامي لنادي تاني ورايح يدعم فرقة تالتة في نفس المسابقات ونفس الاتحاد اللي موجودين فيه؟ ده كابتن ميدو النهاردة وهو بيدي نصايحه وبيطالب لاعبي نادي الزمالك بالانتماء. يا جماعة ده ميدو اللي المفروض جلسته دي كانت تبقى مع لاعبي بيراميدز، ولكن زي ما بنقول الزمالك وبيراميدز اخوات، الزمالك وبيراميدز فريق واحد، مفيش فرق بين بيراميدز وبين الزمالك. اهو ادي ميدو اهو برضه واقف مع ابو جبل برضه، ورسائل تحفيزيه لابو جبل. يا جماعه يعني عايزين نعرف بس، هل بيراميدز والزمالك نعتبرهم نادي واحد ونحط نقط ده على نقط ده وزيتنا على دقيقنا ونبقى نادي واحد ولا ايه بالظبط؟ هل دوت بيحصل في اي دوري في العالم؟ ان شاء الله في بلاد الواق الواق، هل ده بيحصل في الهومولولو حتى
ان يكون في واحد شغال في ثلاث مناصب في ثلاث انديه مختلفه وعمال بيلف ما بين الثلاث مناصب، ويجي بالليل يعمل لي فيها اعلامي محايد ويقعد يهاجم لاعبي النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي في اي قرارات، ويطلع يقول لك اصل اللاعب فلان الفلاني في النادي الاهلي زي كهربا مثلا وحسين الشحات بيبحثوا عن اللقطه. هو مين اللي بيبحث عن اللقطه؟ المسؤول اللي شغال في كذا نادي ويلا على عينك يا تاجر. بالليل بطلع في القناة عندي، بطلع فاصل، بطلع اتكلم مع سيف زاهر كمتحدث رسمي، بروح النادي الزمالك بدعمهم، بروح نادي بيراميدز بدعمهم، وبطلع بالليل في القناة اهاجم النادي الاهلي او اهاجم لاعبي النادي الاهلي. طيب تعال نروح لخطاب النيابة باستدعاء شيكابالا. صدر خطاب من النيابة بتطلب تحديد دور كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وحازم إمام وهشام يكن في صالة الزمالك وحضورهم جلسة التحقيق عن الأحداث اللي وقعت. هقول لك الخطاب اللي تم إرساله من النيابة للأسماء اللي احنا قلناها. أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين حتى باكر ليتم عرضهم على السيد رئيس النيابة، ده المتهمين بتوع نادي الزمالك اللي تم القبض عليهم، ويعرض معهم تحريات الأمن الوطني والتي كلفت النيابة بأن تتضمن دور كل منهم في الواقعة. كما طلبت النيابة أن تشتمل نفس الورقة على دور شيكابالا وأوباما وحازم وهشام يكن وسبب تواجدهم، والمقصود بالعرض هنا هو عرض الورقة والتحريات وليس عرض اللاعبين للتنويه. كما طلبت النيابة من اتحاد السلة الأوراق والخطابات التي تثبت إقامة المباراة بدون جمهور. كما طلبت من إدارة نادي الزمالك أوراق أخرى تخص الحضور وموظفين نادي الزمالك ممن حضروا المباراة، وهذا يعني أن ما انتشر عن استدعاء هؤلاء اللاعبين هو خبر غير دقيق، وإنما سيتم تقرير ذلك حسب قرار النيابة بعد الاطلاع على التحريات. ومن الجدير بالذكر أن جريمة اقتحام ملعب أو هيئة رياضية دون سند هي جريمة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة وفقا للقانون 71 لسنة 2017. ده كلام المحامي المحترم محمد رشوان عن استدعاء محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وأوباما وكابتن هشام يكن. ده بالنسبة لي موضوع استدعاء شيكابالا. طيب تعال نروح لكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري اللي يا حرام طلع يدافع عن رمضان صبحي وكأن رمضان صبحي هو يعني ابن كابتن حسام البدري. اتكلم عن تهرب رمضان وقال ان رمضان الناس اللي عمالة بتتكلم عن هروب رمضان ده كلام مضحك، يعني ده كلام يعني يتموت من الضحك. النهاردة رمضان في تدريبات نادي بيراميدز بيعمل تاكلينج، يعني لو لعيب مش عنده شد، يعني لو ده لعيب سليم يجيله مز فيها في التاكلينج بتاع رمضان، فما بالك بده لاعب لسه راجع من إصابة، ده إذا كان في إصابة يعني مدتها 10 أيام، وعلى كلام مسؤول نادي بيراميدز إن كان في شد عند اللاعب. أنا طبعا قلنا لكم قبل كده إن إحنا ما بنجيش داخل نوايا الناس، ولكن العينة بينة، ويبقى في كلام لا يعقل لا يعقله عاقل. ازاي لاعب عنده شد يرجع بعدها باربع ايام يسافر دبي ويسافر السعودية ويطير من الطيارة؟ يعني واضحة. طيب تعال نروح لموضوع اخر وهو كابتن حازم امام. كابتن حازم امام بيقول ان لو الاهلي كان عدى الموضوع بتاع مباراة الزمالك والاهلي في السلة ما كناش شفنا اللي حصل، وكان الموضوع هيمشي بشكل ودي زي ما حصل في الدور الاول وما كانش حصل حاجة. كابتن حازم امام بيطالب النادي الاهلي انه يعني ها فوت زي ما غيرك بيفوت. كابتن حازم امام عاوز الناس بتوع الاهلي يسمعوا شتيمه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، يسمعوا شتيمه رئيس النادي الاهلي، يسمعوا شتيمه جماهير النادي الاهلي، يسمعوا شتيمه الاحياء والاموات في النادي الاهلي، وكمان يعملوا نفسهم مش سامعين. ليه؟ عشان كابتن حازم امام عايز الامور تعدي يا اهل المحبه سيبوا حبه. كنت اتمنى او الاقدر بكابتن حازم امام انه كان يطلع يقول ان ما حدث في حق النادي الاهلي عيب، وان ما حدث من سباب تجاه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي عيب وقله ادب، وان ما ينفعش الجمهور
يخش ويقتحم صالة لمباراة اتحاد الكورة قبلها باربع ايام او ست ايام بعت لك خطاب بيقول لك ممنوع منعا باتا وجود الجماهير. كنت اتمنى كده من عضو مجلس النواب انه يقف في صف الحق، انه يساند الحق حتى لو كان على حساب نادي. لكن كابتن حازم امام كان شايف ان لا يا جماعة الاهلي غلطان، الاهلي كان المفروض يفوت. ايه يعني ما تسمع شتمتك وشتمت اهلك وشتمت ابوك وشتمت اللي جابوك؟ مش مشكلة خالص خالص، عادي عادي، انا حازم امام بقول لك كده. لكن العيب انك تطالب بحقك، العيب انك تطالب ان الناس تحترمك. كابتن حازم امام عايز الناس بتوع الاهلي ما يبقاش عندهم كرامة. نروح لبندق. بندق اللي تصريحاته يعني بيبقى ساعات فيها كده حاجات فيها تناقض، يعني في نفس اللحظة في نفس الحلقة يقول حاجة وبعد 15 دقايق ليه بيقول حاجة تانية عكس الحاجة اللي كان بيقولها. قال لك ايه بندق؟ قال لك عندما يكون اي شخص زملكاوي في اي منصب يكون هناك حرص على ان يكون حيادي لاقصى درجة. ومش بس كده، لا ده بعضهم كمان بيظلم الزمالك ولا يتدخل لرفع الظلم عنه، واخرهم كان عمرو الجنايني. عمرو الجنايني اللي في مباراة الاوتوبيس بدل ما يخصم 6 نقاط من نادي الزمالك خصم 3. ليه؟ لان الزمالك نادي هو منتمي للزمالك. عمرو الجنايني اللي كان في عهده هناك مساندات قوية جدا جدا لنادي الزمالك على كافة الأصعدة من أجل حصول الزمالك على بطولة. بندق بدل ما يتكلم عن اللوائح في كرة السلة راح جاب سكرينات من صفحة مراقب المباراة بين الأهلي والزمالك، اتكلم عن ان بنات المراقب كانوا بيلعبوا في نادي الأهلي، وان فلان ابن فلان مش عارف مين كان بيلعب في النادي الأهلي، وان نسيب الراجل فلان الفلاني كان بيلعب في النادي الاهلي. هو الفكرة ان هو وزوجة فلان الفلاني كانت مخلفة من حد تاني فكان بيلعب في النادي الاهلي. لت وعجن ومحاولة فقط لاقناع جماهير نادي الزمالك بالمظلومية ووجود مؤامرة على نادي الزمالك. احب اقول لك لو انا هفكر بتفكير بندق، طب ما ابن هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اللي الزمالك مكتسح فيها بطولاته واللي كان بيتفصل لوائح وقوانين من أجل أن الزمالك يكون الأقوى داخل الدوري المصري، ابنه بيلعب في نادي الزمالك، ابن أمين الصندوق بيلعب في نادي الزمالك. هل أنا كأهلاوي ممكن أفكر بنظام المظلومية والمؤامرات الكونية وأقول أن ده الزمالك بيكسب بطولات اليد عشان ابن هشام نصر كان موجود في نادي الزمالك؟ طيب بندق، يعني التناقض بقى هنا ايه؟ هل انت عايز زملكاوية يكونوا موجودين في ادارة المسابقات فيظلموا الزمالك زي ما انت ما بتدعي، ولا عايز اهلاوية برضو يظلموا الزمالك زي ما انت تدعي، ولا نجيب لك مين بالظبط عشان ينصف نادي الزمالك ويحكم بالعدل بالنسبة لي نادي الزمالك؟ تعال نروح لكريم حسن شحاتة. كريم حسن شحاتة المحترم ابن المحترم المعلم حسن شحاتة قال ايه؟ قال لك إدارة نادي الزمالك متوقعة الخروج الإفريقي. الإدارة متوقعة وعايزين يطلعوا بشكل كويس قدام الجمهور بدل الهجوم بتاع الجمهور. قال لك اتفقوا فيما بينهم إن هو في حالة الخسارة كارتيرون بعد خروجه من أفريقيا وخسارته في حال خسارته أمام النادي الأهلي هيتوكل على الله ويمشي. مش بس كده، لا ده كمان كابتن أسامة نبيه هو اللي هيمسك مدير فني. طيب خليني اقول لك حاجة برضو تانية. ما حدث في موضوع مباراة السلة الغرض منه زي ما قلت لك ان نتوه الناس، محدش يطلع يهاجم نادي الزمالك بعد الخروج الكارثي في بطولة دوري ابطال افريقيا والخروج كحصالة في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا، فالجماهير تنشغل بمباراة السلة بتاعت الأهلي والأباتشي ومش الأباتشي اللي بالمناسبة يعني بدل ما الأخ شيكابالا عمال يلف على الصلاة ويشجع كرة اليد ويشجع كرة السلة، أتمنى أنه يركز شوية هو واللعيبة أن هم يعني يدخلوا البسمة على قلوب نادي الزمالك وجماهيره اللي اتمحت من يوم 27 نوفمبر. الله يسامحك يا قفشة، الله يسامحك يا قفشة على اللي عملته في نادي الزمالك في مباراة نهائي أفريقيا. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا.
هستنى كل آرائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.